طب كابتن جمال ما يلعبش ليه بتلاتة؟ بما ان ما بقاش فيه فتوح، ما بقاش فيه اكرم، وايمن مش مركزه، وعمر كمان مش مركزه، طب ما العب بثلاث مساكين، والعب حتى بالوينج باكس دول جناحات من اللي عندنا كتير، وتبقى طريقه برضو حسب الامكانيات اللي موجوده عندنا دلوقتي. صح. يعني لو انت متمرن عليها، ما هي دي مشكله، انت ما لعبتش فيها ولا ماتش، ولا ماتش ودي، ولا ماتش في كاس العرب، ولا اي حاجه خالص، لعبت بالطريقه دي، فصعب ان انا فجأة اروح عامل الطريقه دي في مباراه، هتبقى صعبه جدا يعني. كده كده بيعمل كل حاجه في كل مباراه. يعني بجملت، ايوه يعني بجملت، هو ممكن يعملها على فكره، يمكن يعني دي توفق. ممكن والله ممكن يعملها، يعني ما تستبعدش. بس ايه المشكله في ايه؟ المشكله مش في التوزيع، يعني مش في توزيع اللعيبه، لان هي في الاخر كلها هتلاقي في مجموعه بتقوم بالادوار الدفاعيه، وفي مجموعه بتقوم بالادوار الهجوميه، العدد سواء هنا او هنا لازم هتلاقي في عدد ناس بتدافع وعدد ناس بتهاجم، مش هي دي الرسمه في الملعب، مش هي دي المشكله. المشكله في امكانيات اللعيبه اللي انا بحطها. يعني ممكن احط ثلاث لعيبه في نص الملعب، ثلاثه يدافعوا بس وما يهاجموش، وممكن احط ثلاث لعيبه برضو نفس الرسمه، ثلاث لعيبه اسامي تانية يهاجموا بس ما يدافعوش. فهي دي، هي دي انا عايز ايه من المباراه، وامكانيات اللاعب ده لازم انا ابقى عارفها. ما ينفعش لسه ببتدي اكتشف اللاعب دلوقتي هل هو هيقدر يلعب ولا لا. يعني انا شايف انه مدي فرصه زياده قوي لعمر مرموش مثلا. يعني بقاله ماتشين لا مش كويس، حتى لو ما فيش مساعده، ما انت اللي مخلي الثلاثه اللي قدام زي ما قلت لك مش كويسين، عمرهم ما يقدروا يلعبوا لوحدهم. لازم العب الكوره واتحرك عشان الراجل اللي معاه الكوره ده، ببقى فجاه بتروح الكوره سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، بيبقى قدامه اختيار واحد بس، اللي هو الراجل اللي هو اللي قدامه، لو مرموش او الناحيه دي محمد صلاح، او في القلب مصطفى محمد بس. هو ده الاختيار الوحيد اللي عنده، وما ينفعش في كره القدم فرقه بتعمل كده اللي بيتكلم فيها كابتن هشام. لو انا بتكلم على فكره الاستحواذ، لازم الراجل اللي معاه الكوره يبقى قدامه ثلاث اختيارات كمان مش اتنين. لازم يبقى قدامه اختيار بالعرض، وقدامه اختيارين قدام. صح. الطرف والراجل المفروض اللي هو رقم 10، والراجل اللي هو اللي في نص الملعب اللي جنبه. يبقى انا عندي ثلاثة بيتحركوا. لو هما بيغيروا اماكنهم، لازم العب الكرة الراجل لواحد منهم، الاختيار بقى اللي انا شايفه صح كامكانياتي انا وكرؤيتي انا. انما ما ينفعش الاثنين دول، واحد واقف هنا وواحد واقف هنا، وانا معايا الكرة هنا، وده الاختيار الوحيد اللي قدامي. ما انا لازم هلعب له الكرة، والناس كلها عارفة ان انا هلعب الكرة للراجل ده، فعشان كده بتتقطع منه. هي دي مشكلتنا، لان انا حاطط الناس اللي في وسط الملعب ما عندهمش الامكانيه ان انا اتحرك لقدام عشان اخد الكوره. ما عندهمش امكانيه ولا دي تعليمات؟ لا، هي امكانياتهم مش كده. يعني امكانيات عبد الله السعيد لازم هياخد الكوره في رجله، مش زي زيزو عايز يتحرك وتلعب له الكوره، مش زي رمضان صبحي هيتحرك وتلعب له الكوره. المباراه اللي فاتت شفت عبد الله السعيد اتحط في موقف فيه سباق سرعه. صعب يعني الموقف، صعب الموقف ده اصلا ما ينفعش يحصل. صعب عبد الله السعيد في السن ده لازم يبقى متواجد. انا راجل عنده خبرات، بس لازم استفيد بيه في مكانه وفي جزء من المباراه. ما ينفعش ان انا لاعبه من بدايه المباراه وفي مكان مش في مكانه، طالب منه ادوار ما يقدرش ان هو يعملها في السن ده. فهي دي برضو فكره ان انا لازم ابقى عارف امكانيات اللعيبه، وهي دي فكره ان انت ما بتسمعش للجهاز المصري. لان اكيد مليون في الميه واحنا مغمضين كده، الجهاز المصري مش موافق على كل اللي بيحصل ده. او 80-90% منه اكيد مش موافقين عليه. فما انا لازم اخد رايهم او استشيرهم، وبعدين لازم اجربهم. يعني لازم اجرب رايهم بالظبط. هل رايهم ده فعلا طلع صح؟ خلاص يبقى الراجل ده فعلا زي القصه بتاعت عمر كمال الماتش اللي فات بالظبط، ما كانش رايه بالظبط. فاتمنى ان هو بقى يعني يسمع شويه للكابتن ضياء، الكابتن شوقي، وكابتن عصام الحضري، الناس عندها خبرات كبيره جدا. صحيح. طيب